دكتور، اعود لحضرتك مره اخرى. خليني ابدا مع حضرتك في مضاعفه الحد الادنى للمعاشات خلال السنوات الماضيه. احنا شفنا في العرض تضاعف الحد الادنى للمعاشات رغم وجود تحديات اقتصاديه كانت في السنوات الماضيه. كيف يمكن شرح وكيف يمكن لحضرتك توصف لنا هذه المراحل لتضاعف المعاشات خلال الاعوام الماضيه؟ طيب، هو بس حضرتك لازم نبدا علشان نقول احنا ازاي وصلنا وقدرنا نعمل ان احنا نضاعف المعاشات. لازم نقول في الاول ان ده جه عن طريق برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي الرئيس بداه في 2016. علشان نلخص الوضع خالص، احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا في الاقتصاد المصري ناتجه عن السيوله الامنيه وعدم الاستقرار اللي ضرب البلاد كلها طولها وعرضها، يعني بعد الثورتين، بعد 25 يناير و30 يونيو. بدأنا يبقى عندنا هروب للاستثمارات الاجنبيه، عزوف عن القدوم للسواح يعني الاجانب، انهيار في الاستثمار الاجنبي والاستثمار المحلي. على اثر دوت انهار الاحتياطي النقدي بتاعنا، وصل لادنى معدلاته على الاطلاق عند 14 مليار دولار بعد ما كنا بادئين في عام 2011 عند 35 مليار دولار. بدأنا نواجه صعوبات جامة في الوضع الاقتصادي كله. زي ما حضرتك تابعتي، كان عندنا سعرين للصرف، سعر رسمي وسعر 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 السوق السوداء. على اثره البنك المركزي اتخذ قرار التحرير اللي طلعنا من سعر الدولار عند 8 دولار عند 8 جنيه للدولار الواحد الى نحو 18 ونص او 19 في بعض الاحيان. مع دوت اخذنا برنامج اصلاح اقتصادي، اهم حاجه فيما يخص المعاشات انه اعاد هيكله الدعم. حضرتك عارفه ان المعاشات الجزء الكبير منها بيجي من باب الدعم. الباب دوت كان بيوجه اكتر من 64% منه في سنه 2000 في موازنه 2010 2011 وقت الثوره لدعم المنتجات البتروليه، ودعم المنتجات البتروليه ودعم الطاقه. الدعمين دول دعمين غير راشدين. ليه دعم المنتجات البتروليه دعم غير راشد؟ لان المستفيد الاكثر بيه هم الاغنياء مش الفقراء، او مش الناس الاكثر احتياجا سواء الفقراء او محدود الدخل. علشان كده وده ناتج من ناحيتين، ان اصلا بالنسبه للسيارات يعني اللي بيمتلكها اكثر هم الاغنياء مش الفقراء، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالنسبه حتى لسيارات النقل اللي بتنقل المواد الاستهلاكيه سواء مواد غذائيه او مواد او اللي هي السلع المعمره او ايا كان المواد دي، الاغنياء اكثر استهلاكا في المواد دي من الفقراء نفسهم. فيبقى انا كده باخد جزء كبير من الدعم المخصص للجمهوريه كلها بديه للناس الاقل احتياجا وبمنعه عن الناس الاكثر احتياجا. بنفس الموضوع بالظبط في دعم الطاقه الكهربائيه. طبعا الواضح تماما ان احنا عندنا اول حاجه هيكل استخدام الكهرباء في 40% منه رايح للصناعه، دي اول حاجه. فانا كده في ال 60% الباقيين موزعين على الاستهلاك المنزلي اللي برضو بيستهلكوا الاغنياء اكتر، والاستهلاك بتاع المؤسسات الحكوميه وبعض الاستهلاكات الثانيه زي الزراعه وغيرها. فالدعم التشكيله دي من الدعم كانت دعم اقل رشاده، اتحول الدعم ده اللي كان معقد للغايه وبيدعم الطبقات غير الحقيقه انه ملف الدعم تحديدا يا دكتور، بعتذر على المقاطعه، ولكن كل الناس تخاف تقرب منه يعني على مدار عقود طويله من الزمن. صحيح يا فندم، ما هو انا عشان كده بقول لحضرتك الحكومه قدرت تحول ازاي عدم اهتمام بالمعاشات الى اهتمام بيها، ازاي قدرت تضاعف المعاشات رغم ان المشكله الاقتصاديه اللي احنا عايشينها. احنا بس اعدنا توزيع الدعم وجهناه للاكثر احتياجا مش اكتر من كده. ومع طبعا في زياده طبعا في لباب الدعم طول الوقت، يعني الناس تعتقد عدد كبير جدا من المشاهدين، وانا افاجئ حضرتك دلوقتي الناس اعتقدت ان باب الدعم واللي هو الباب الرابع في الموازنه العامه قل قبل البرنامج بعد البرنامج عن قبله، وده غير صحيح. باب الدعم كمبلغ مقطوع ارتفع بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي عن قبله، يعني احنا كنا قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي الدعم واقف عند 290 مليار جنيه في موازنه 2016 2017، واحنا بنتكلم دلوقتي في موازنه 2019 2020 الدعم عند 327 مليار جنيه. ده معناه انه تم توزيعه بشكل مختلف يا دكتور. بس يا فندم المعاشات اخذت بعد ما كانت بتاخد 7% اخذت 25% من باب الدعم. عشان كده الحكومه بقت قادره مع الزيادات اللي حصلت على الباب نفسه ان هي واعاده توزيع بقى المخصصات ككل، يعني
ان هي تهتم اكتر بالشريحه اللي المفروض يتوجه لها الدعم ده، بالاضافه بقى لفئات تانيه مش بتاخد معاش، بتاخد دعم مباشر زي الناس اللي اخذوا تكافل وكرامه، وزي برضو ده زي برضو الدعم العيني اللي جاي فيه دعم المواد الغذائيه اللي جاي من مخصصات التمويل. حضرتك عارفه ان احنا الحكومه نقت كتير جدا من الناس الغير مستحقه للتموين، وحطت شروط اكتر. اتفضلي حضرتك. انتقل من حضرتك، يعني عايز ارجع حضرتك للمعاشات مره تانية. قيمه الزياده السنويه للمعاشات بيتم حسابها وفقا لمتوسط معدلات التضخم، ده اللي احنا عارفينه، ولكن قرار بزياده المعاشات السنه دي كان بنسبه 14%، هي نسبه زياده عن معدلات التضخم. معنى ده ايه يا دكتور لو تشرحه لنا؟ بصي حضرتك، احنا خلال سنوات الاصلاح الاقتصادي الثلاثه، يعني اللي حضرتك كنت بتقولي الناس عانت، فعلا الناس عانت. الزياده عموما في باب الدعم كلها كانت يعني في اقل من الزياده الطبيعيه. علشان كده بعد الاصلاح الاقتصادي، ولما بدانا نجني ثمار الاصلاح الاقتصادي، الزياده كانت لازم تبقى اعلى من المعدل الطبيعي. وخد بال حضرتك، احنا لو ما كناش اتعرضنا لازمه كورونا، الزياده في الموازنه بتاعت السنه دي كانت هتبقى اكبر من كده كمان. بس هي المشكله كلها ان احنا اتعرضنا لازمه كورونا، دي ازمه العالم كله عانى منها. صندوق النقد بيقول عليها ان هي الازمه الاكثر شراسه، حتى يعني في محللين كتير جدا بيقولوا ان ده اكبر من يعني اللي احنا نعاني منه اكبر من الكساد الكبير اللي حصل في الثلاثينات. واخد بال حضرتك ازاي؟ فاحنا لو ما كناش تعرضنا للازمه دي، المصريين فعلا كانوا هيحسوا بنتائج اكبر من اللي احنا بنحس بيها دلوقتي، سواء في الاجور يعني كموظفين حكوميين، او في باب الدعم، او غيره من يعني على مستوى الاسعار ومستوى السلع الاساسيه وكده. ورغم كده، رغم ان احنا بنتكلم ان النتائج كلها ما ظهرتش عندنا بالقدر الكافي، الا ان احنا خد بال حضرتك برضه شاهدنا الى واحنا بنتكلم دلوقتي انخفاض الاسعار باين في مستويات التضخم، ومستويات التضخم اصلا كلها متركزه في انخفاض اسعار السلع الغذائيه وانخفاض اسعار الخدمات الصحيه. واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني ما زي لو حضرتك تذكرت معايا، الاسعار ما رجعتش لمعدلات ما قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي، لكنها تراجعت نسبيا عن ذروه البرنامج في 2017 2018. اي دكتور، عشان دايما بيقول ان الاسعار ما بتقلش، ولكن التضخم معناه انه الاسعار مش هتعلى، او يمكن تقف في مكانها او تقل بشكل نسبي، لكن صعب نرجع لما كنا عليه يعني. لا، هو احنا بص يا فندم، يعني احنا مش بس مصر، العالم كله بيشهد ارتفاع في معدلات التضخم ده، وده ناتج عن حاجات طبيعيه جدا زي الزياده السكانيه. حضرتك تخيلي ان احنا عندنا زياده سكانيه اكبر من زياده الموارد، اكبر من زياده الانفاق المخصص للسكان، فلازم يحصل عندنا زياده في الاسعار بناء على كده. مش بس كده، العمله نفسها، قيمه الجنيه المصري مع الوقت بتقل قدام الدولار، اللي هو نفسه الدولار نفسه قيمته بتقل دلوقتي حاليا نتيجه الضغوط التضخميه اللي بيعملها برنامج مكافحه كورونا اللي الرئيس الامريكي بيعمله. يعني حتى الدولار نفسه بيواجه انخفاض جوه السوق الامريكيه، مش بس الجنيه المصري ومش بس الاقتصاد المصري اللي باشا التضخم. طب خليني انتقل لحضرتك محور تاني يا دكتور، السلع الاساسيه. حقيقة انه الدوله بذلت جهود كبيره لتوفير السلع الغذائيه في السنوات اللي فاتت، عايز اعرف من حضرتك طبيعه هذه المعركه، الجهود اللي يمكن مش كتير عندهم فكره او عارفين طبيعتها. طيب بصي حضرتك، انا هلخص الوضع خالص تماما، يعني هقول لحضرتك ان احنا شفنا في بدايه ازمه كورونا دول اكثر تقدما مننا بكتير جدا، ايطاليا، اسبانيا، انجلترا، الولايات المتحده الامريكيه، فيها هجوم على المتاجر. صحيح. والرفوف بتفضى تحت الضغوط الطلبيه الكبيره جدا اللي عملتها ازمه كورونا على السلع الاساسيه. ده ما شفناهوش في مصر خالص. لا اعتقد ان احنا شفنا سوبر ماركت واحد او مول واحد في رفوف فاضيه، ولو ده حصل في اول يوم بس، لما الناس كانت خايفه ان الحكومه هتفشل في توفير السلع الغذائيه والسلع الاستهلاك العادي. بعد كده طوال الفتره، احنا دلوقتي داخلين في الشهر الثالث او الشهر الرابع كمان اهوت، لم نشهد ان في مواطن اشتكى خالص من عدم وجود سكر، زيت، قمح، ايا كان السلع الاساسيه مش موجود خالص. وده نتيجه لان اولا الرئيس بالنسبه لموضوع القمح مثلا، او بالنسبه لموضوع
الخبز يعني. الرئيس توسع جدا في موضوع الصوامع، وحولنا الصوامع اللي كانت عندنا من صوامع يعني مفتوحه القمح بيفسد فيها الى صوامع الكترونيه بتدار بنظم الكترونيه، قدرنا توسعنا نفسه في الكميات اللي احنا قدرنا نخزنها. دي اول حاجه. تاني حاجه، في وسط الازمه نفسها الحكومه رصدت مبالغ ضخمه جدا ووصلت ل 100 مليار جنيه من مخصصاتها ومن احتياطياتها السنويه علشان تواجه الازمه. واحنا في وسط الازمه مصر اتجهت الى شراء قمح من اوكرانيا، قمح من رومانيا، قمح من روسيا، رغم خد بالك حضرتك ان الدول دي اصلا فرض حظر على الصادرات، لكن كان تدخلات على المستوى الرئاسي علشان السلع تتوفر. واحنا في وسط الازمه وزاره التموين اشترت اكتر من مناقصه سكر، واشترت اكتر من مناقصه زيت، واشترت اكتر من مناقصه فول صويا، كل السلع الغذائيه. واحنا في وسط الازمه وفي عز التدابير اللي الدول كلها بتاخدها علشان تمنع خروج المواد الغذائيه منها بما فيها مصر. على فكره مصر اخذت، لو حضرتك عملت حظر صادرات على البقوليات وغيره، في وسط الازمه دي اللي الدول فيها بتعاني اصلا من وخايفه من ازمه غذائيه، مصر كانت بتشتري، وكانت بتشتري باثمان اكتر من الحقيقيه عشان توفر الاستهلاك ده وتخلي الموضوع طبيعي جدا في السوق. يعني تكلفنا ازيد من العادي علشان المواطنين ما يعني لا يشعروا بالفجوه اللي هي بتاعت عدم توفر السلع الغذائيه. وضح حضرتك ازاي؟ كده. فدي جهود ضخمه جدا تكلفت مش بس يعني مبالغ ضخمه، لا تكلفت جهود دبلوماسيه. يعني اعتقد ان كان في تدخلات على المستوى الرئاسي في الموضوع ده كمان، لان كان في حظر من الدول دي على خروج صادراتها. فلما الدول تسمح باستثناءات محدوده جدا منها مصر، يبقى احنا كان في جهود دبلوماسيه وتجاريه كبيره جدا ممكن توصل زي ما بقول لحضرتك للمستوى الرئاسي.